الله أكبر. زلزال الشارع. مكسيم خليل يكشف عن فضيحة مدوية خلقت مساعدات المتضررين في سوريا وبين المتورطين شيوخ ومخاتير. أطنان من المساعدات وملايين الدولارات تم جمعها. مواطنون سوريون يشكون سرقة هذه المساعدات والأموال، ومكسيم خليل يكشف بالأسماء من هم الأشخاص والجهات المتورطة. عمد الممثل السوري مكسيم خليل إلى الكشف عن الكثير من الرسائل التي وصلته من عدد كبير من المتابعين الذين يشتكون من سرقة المساعدات التي تصل للمتضررين من الزلزال في سوريا. ونشر مكسيم على صفحته الخاصة عبر موقع إنستغرام صوراً لهذه الرسائل التي تذكر بالأسماء من يقومون بهذا الأمر، وأرفق الصور بتعليق قال فيه: نداء لأصحاب الضمير، تقدر تحكي شو شفت وتفضح هدول الأشخاص بالاسم. تحت بالصور المرفقة عينا من رسائل كتيرة عم توصل إنه هلأ وبهذا الوقت المأساوي يلي عم يعيشوه السوريين، وبعد مرور كم يوم على وحدة من أكبر الكوارث المصحوبة بعواصف وبرد قاسي، هالوقت يلي الناس عم تستنى خبر عن أحبابها أو عن لهفة من حدا، مع الأسف في ناس عم تسرق وتخبي وتبيع الإعانات، في منهم شيوخ وفي منهم مخاتير وفي منهم هلال ومنظمات وفي منهم جيش وتجار، طبعاً البعض لأنه أكيد في ناس عم تشتغل بكل إخلاص. يا أهل الله، يا أهل، يا أمة محمد النخوي، العالم جندارس تحت الأنقاض، ما في حدا يساعدنا. وأضاف يلي عم حاكي موجود بكل مناطق سوريا بلا استثناء: حلب، لاذقية، جبلة، إدلب، جنديرس، تحت سيطرة وخارج سيطرة. ما بعرف شو ممكن يقول الواحد، لأنه أكيد يلي عم بيعمل هيك وبهيك وقت معدوم الضمير والإنسانية، وما في شي ممكن يخليه يفكر بإخواته السوريين المتضررين ولا حتى بالسوريين يلي في منهم قرر يشيل اللقمة من تمه ليساعد أهله بسوريا. هدول الأشخاص يلي عم يستغلوا وجع ليحققوا ربح، الأمل منهم مقطوع. ندائي هو للناس الحقيقية ونظيفة، ندائي هو للمؤثرين والفنانين إنهم يساهموا بضبط هدول الأمور. انتو يلي بتقدروا تفضحوا هدول الناس وتحطوهم قدام الإجراءات القانونية المناسبة. المشروع ده كله صار على البيع. وتابع: برجع بأكد الموضوع ما بيشمل الجميع، بس الأكيد أنه عم يأثر على كل أشكال التبرعات المالية والعينية. يلي ما عنده ضمير ما رح يفيق هلأ ضميره، بس الأمل بيلي عنده ضمير. وأنا رأيي ممكن يكون هون مكان لتحكوا شو عم يصير وشو شفته بالاسم. شكراً.